مستمعة رمزت إلى اسمها بالحروف راء سين ميم ألف من مصر، تقول في قضية مطولة بعض الشيء: أنا سيدة مسلمة متزوجة منذ 30 سنة، وعمري الآن ما يقارب 50 سنة، ومنذ زواجي وأنا في خلافات مستمرة مع زوجي، ولدينا أولاد، وبسبب الخلافات وقع علي يمين مرتين، ومرة طلاق، وكنت خارج المنزل لزيارة بعض الأقارب، وقال لابنتي إنها حرمانة، وأنا الآن ما زلت موجودة معه في المنزل. وأنا سيدة متدينة وأخشى الله وأخافه، فما رأيكم يحفظكم الله؟ هل هناك كفارة بالحرمانية كما قال، أو يجب علينا شيء نفعله؟ وفي إحدى المرات حلف بالطلاق، وكان في لحظة غضب شديد بأن أحد الأشياء لا تدخل المنزل، ورغم ذلك دخل هذا الشيء المنزل، فما رأيكم؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. أما أنتم فلا حرج عليكم، وإنما هذا شيء يتعلق به هو. الواجب عليه أن يسأل عن هذه الأمور ويوضح لأهل العلم الذين يسألهم ما وقع منه وما جرى منه ليخبروه بالحكم الشرعي. وأما أنت وبناتك فلا حرج عليكن في ذلك. الحمد لله. نعم.